بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإسلام، اقترب شهر رمضان من أن يجمع أشياءه ويعود إلى ربه شاهدا لنا أو علينا، ونسأل الله القدير أن يكون رمضان شاهدا لنا عند الله عز وجل لا علينا، مع كثرة تقصيرنا، لكن الله عز وجل يقبل القليل من العمل إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان ونحن نستعد لتوديعه الكثير من الخير، علينا ألا نفوت شيئا منه، وأن نجتهد إلى الله عز وجل قبل أن ينتهي شهر رمضان، وأن نستغل الفرصة التي نحن فيها حيث كفانا الله عز وجل شر الشياطين التي تفسد علينا صفو العبادة وتبعدنا كثيرا عن طاعة الله عز وجل، وكفانا شر أنفسنا بالتضييق عليها بالجوع والعطش. فقبل أن ينتهي شهر رمضان نجتهد في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وكثرة التصدق وصلة الأرحام والتصالح مع الناس، حتى لا يفوتنا شيء مما ادخره الله عز وجل للصائم قبل أن نودع شهر الصيام. أما إذا تغافلنا وغافلنا فإننا سنجد أنفسنا في شوال، وقد فاتنا الكثير من الخير الذي كان يمكن أن نحصل عليه في شهر رمضان. ويوم نقف بين يدي الله عز وجل نندم كثيرا أننا تركنا رمضان يرحل دون أن نحمله بشهادات يشهد بها لنا عند الله عز وجل. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند الله يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان. فما أحوجنا إلى شفاعة الصيام وما أحوجنا إلى شفاعة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يشفع لنا عند الله عز وجل مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نقف بين يدي العزيز الجبار الغفور الرحيم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.